السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة اليوم إلى الرجال ومن أراد أن يحضر من النساء، نكون من الشاكرين إذا استطعت أن تفهمي وتساعدي أيضا، كما طلبنا من الرجال قبل ذلك أن يفهموا المرأة بعد 50 أو بعد انقطاع الطمث وما يسمى للأسف بسن اليأس. لكن اليوم سأتكلم، للأسف الشديد السوشيال ميديا مليانة بالهجوم على الرجل بشكل قاتل، يعني بشكل سمي، ويعني أصبح الهجوم فيه جزء منه قد يكون فيه تصرفات حقيقية، وهذا نراه ونعاني منه كثيرا، يعني نسمع، لكن في قليلين من يتكلمون مع الرجال أو عن الرجال وما يشعرون به. أوف، موضوع طويل. أولا أريد أن أنوه على فكرة مهمة. جرت العادة أن يقول الناس أن المرأة ما حدا بفهمها، المرأة غير مفهومة، لكن أنا بوجهة نظري الشخصية أن الرجل أيضا غير مفهوم نهائيا، وهذه هي المشكلة. وسنتكلم اليوم على الرجل بعد سن 40. مشكلة الرجل عندما يصل هذا السن ويشعر أنه هو ما حدا فاهمه، هذه مشكلة كبيرة. والمشكلة هنا أن المجتمع يضع على الرجل مسؤولية كبيرة في أنه إذا وصل لسن 40 لازم يكون حقق ذاته، ولازم يكون وصل للاستقرار المادي والتحرر المادي، ويكون عنده عائلة، ويكون أولاده في أحسن مدارس، ويكون ويكون ويكون. ولذلك هناك عليه ضغوطات شديدة. كثير من الرجال إذا افترضنا أنه حقق الجانب المادي، يعني أصبح مكتفي ماديا في سن 40، وصل لمرحلة صار مدير شركة، فاتح مشروع خاص، هنا يشعر بكل الضغوطات اللي خبأها طوال هذه الفترة. مشكلة الرجال بسبب أن الرجولة مربوطة بعدم إظهار الضعف، عندما يصل إلى 40 يكون انهار من الداخل، تعبان تماما، كاللي قطع جرى 100 ميل على نفس واحد، وصل منهار من جوه، لأنه هو قليل الشكوى، لا يستطيع أن يظهر مشاعره، التنافس قوي جدا. أنا أتكلم عن الرجال اللي حققوا ذواتهم، اللي استطاعوا أن يصلوا إلى استقرار مادي أو إلى وظيفة أو ترقى، مهندس شاطر في شغله، أستاذ شاطر في شغله، أيا كان، محامي. فيصل إلى سن 40 والحمل ثقيل والتعبير قليل، ويأتي هذا الشعور بأنه ما حدا فاهمه. تنظر إلى عائلته، زوجته تمر في هذه المرحلة بمشاكلها النفسية، أولاده مشغولين بدراستهم، ويصبح هو وظيفته في المنزل لا تتعدى فكرة أنه هو اللي بيفكر في الاستقرار المادي، واللي هو ضروري جدا. وهذا الموضوع للأسف الشديد يجعل الكثير من الرجال في هذا السن يدخل في ما يسمى بأزمة منتصف العمر، فيبدأ في أن يبحث عن ذاته، يبحث عن ما يجدد له نشاطه، ما يجدد له حيويته، ما يعلق في الحياة بشكل مختلف، ما يجعله يشعر انه انا لحد سن 40 حاسس اني كنت بشتغل بس مش لإلي، بس الان بدي ادور على شيء لإلي. وهنا للاسف الشديد اذا بنشوف رجال راح يلعب رياضة بنقول عنه متصابي، واذا شفناه حط كريم واقي للشمس، شوف 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 بعد ما شاب ودوه الكتاب، شوف شو بيعمل في حاله، واذا مش عارف لبس حس احسن من لبسه. بتصير المجتمعات عنا قاسية، مجتمعاتنا قاسية في حكمها على الناس. ولكن اليوم أنا سأنصح نصائح. أولا يجب أن نفهم، زي ما بنقول افهموا المرأة، طب تعالوا كمان نفهم الرجل. أي هو يعني الرجل جاي من كوكب آخر؟ ما هو عنده مشاكل وعنده ضغوطات، ما هو إنسان، كلياتنا بشر، عنا ضغوطاتنا وعنا أسلوبنا. ونحن المجتمعات الذكورية اللي يا حرام ظلمت المرأة، أنا برأيي إنها ظلمت الرجل كما ظلمت المرأة، لأنه حطت في الرجل أيضا أشياء تجعل منه مرات يخبئ مشاعره وغير قادر على التعبير عنها، صعبت عليه فكرة الوصول لأهدافه. كثير من الرجال بوصل للأربعين، وفي ناس الآن بتسمعني وهو بيسأل حاله سؤال، أنا إيش عملت في حياتي؟ لا وصلت لاستقرار مادي، لاني قادر، قاعد بفكر. في ناس هلأ بتسمعني وأنا متأكد، ومعظم الناس، أنا مش عارف بكرة رزقه جاي ولا مش جاي. طبعا الأرزاق على الله، لكن هو بيفكرها بالشكل المنطقي، يا ترى راح أدفع أجار البيت، يا ترى أولادي راح أقدر أدرسهم، يا ترى أولاد بناتي راح أقدر أجوزهم. في ناس، في رجال هذا تفكيرها، وللأسف الرجل لا يتكلم.
لا يتكلم، لأنه إذا تكلم مع مرته هي عندها مشاعر وعاطفة، راح يأثر عليها نفسيا، راح تبلش تخاف، فإما إنها تقعد تقطمه زي ما بيحكوا باللغة المصرية، إنه تقعد تسمعه كلام، ما أنا قلت لك، ما أنا حكيت لك، ما تعطيش لأهلك، ما تعملش، ما تسويش، ما أو بدها، حتى لو دعمته نفسيا، وما أجمل أن تكون المرأة داعمة لزوجها. دعمها النفسي سيجعله لا يتكلم كثيرا عن مشاعره، لأنه تقديرا لوقوفها جنبه هو عارف إنه ممكن يؤذيها ويحسسها بالخوف، ولأنه رجل لن يتكلم عن مشاعره. شفت الضغط النفسي؟ المرأة لا يعيبها أن تبكي في منتصف الشارع. إذا شفت مرأة تبكي في منتصف الشارع ستسأل لماذا تبكي، لكن لا يعيبها، ما راح الناس يطلعوا عليها، شوف 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 قاعدة بتبكي في الشارع. لكن الرجل هل يستطيع أن يدمع؟ هل يستطيع أن تنزل منه دمعة؟ ما أصعب قهر الرجال. لذلك الرجل بعد سن الأربعين، اسمعني منيح، أولا إذا لم تحقق شيء من وجهة نظرك في حياتك، فأنا بحكي لك إنه طيب وشو فيها، كمل عادي، والحياة مليئة بالقصص اللي في ناس بتضلها تحاول لآخر لحظة في حياتها، واستمرارك هو نجاحك الحقيقي. إذا كنت أنت قادر إنك تستمر ولحد الآن بيتك مفتوح ولحد الآن لامم أولادك حواليك وزوجتك معاك، فأنت من أكبر المنجزين على هذه الكرة الأرضية. فكرة أن لا تصل إلى أهدافك التي كنت تتمناها، هذا الموضوع في جزء كبير منه قد لا تتحمل مسؤوليته أنت، وقد يكون في الأساس يمكن أنت عملت بعض الأغلاط. طب مين منا ما بيغلط؟ وبالتالي رجاء لا تكون قاسيا مع نفسك إذا حاسس أنك ما حققت شيء في حياتك. استنى، الرسول عليه الصلاة والسلام والكثير من الأنبياء حملوا الرسالة بعد سن الأربعين، بعد سن الأربعين. فانتظر وخليك صبور وما تتهم نفسك وتجلد ذاتك. ثانيا، بعد سن الأربعين حافظ على أصدقائك، تودد أكثر من أصدقائك، الصداقة ضرورية، الأصدقاء في هذا السن مهمين جدا، هذا يعني من الأشياء اللي بتخليك تحس، لأنه شوف الإنسان لما يكبر ويحس إنه أصدقائه لسه معاه، هذا الشعور بيعطيه شعور بالأمان، إنه يواجه هذه الفترة العمرية مع أصدقاء كانوا معه سابقا، فهذا بيعطيه دعم نفسي. بعد سن الأربعين ما في إشي اسمه كبرنا، عجزنا، راحت علينا، لا بالعكس، ابدأ من أول وجديد، ابدأ من أول وجديد، فكر مرة أخرى بالسعادة، فكر مرة تانية. أنا بقول دائما أعد ترتيب أولوياتك. أنا برأيي إنه الإنسان بعد الأربعين لازم يعيد ترتيب أولوياته، بحيث إنه إذا كنت أنت متزوج وعندك أولاد وكنت قصرت معاهم لأنك تسعى وراء لقمة العيش، وهذا الشيء كان طبيعي بحكم إنه كان عندك طاقة وكان عندك قوة وكنت عم تستغل القوة وتحاول تأمن، نصيحتي لك اقترب بالعاطفة من أبنائك، اقترب من بناتك، هؤلاء من سيعيدوا لك شبابك، هؤلاء من سيعطوك أهم شيء يفرز في جسمك، الأوكسيتوسين. أنت الآن تحتاج إلى جرعات كبيرة جدا من الأوكسيتوسين، فلذلك بعد الأربعين اقترب أكثر من أبنائك، اطلع معاهم أكثر، احكي معاهم أكثر، اجمعهم، تعلم منهم وليتعلموا منك، جدد شبابك من خلالهم، حتى لا تذهب لتبحث عن من تجدد شبابك معه خارج المنزل، لأن هذا ليس إلا وهما. لست هنا لأحكم على أحد، كل إنسان يختار حياته كما يريد، ولست، وأنا أتمنى الناس تخلص من فكرة الحكم، شوف 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 شو راح أتجوز، شوف شوف شو راح أعمل. يا أخي يا أخي سيبكم من الناس، خلينا في حالنا، كل واحد كل يعني رجاء كل واحد بس هيك يركز مع حاله، وأنا مالي يتجوز ولا يروح، كل واحد حر في تصرفاته، وعند الله تجتمع الخصوم. نحن بنحكي نصيحة تفيد في سن الأربعين عند الرجل، هذا مفروض يكون سن الحكمة. ما هي الحكمة؟ أن تعرف ما تسيطر عليه وما لا تسيطر عليه. ولذلك من هذا المنطلق في نصائح طبية مهمة، الرياضة بالنسبة لك تصبح مهمة جدا، هي مهمة طول عمرها، لكن الآن الرياضة أهم مما تتخيل. بعد سن الأربعين هناك تغييرات جسدية، في شغلات مهمة جدا في جسمك حتبلش بالتناقص، هرمونات مهمة، هرمونات الذكورة وغيره، فهذه الأمور لازم تهتم فيها. أحد الأشياء التي تساعد الرياضة، الرياضة حتخليك
غير ما بتركز في الأشياء التي لم تنجزها. الرياضة تعطي شعور بالإنجاز، وأنصح دائما بالمشي، وإذا عندك قدرة تروح على النادي روح والعب رياضة، أنهك جسدك حتى يرتاح عقلك، أنهك جسدك حتى يرتاح عقلك. بعد سن 40، ما بدي نحكي بالكلام الطبي، يعني بقى أنا دائما بحاول إني أتجنب، لأنه أنا دائما بركز على فكرة خذ بوتاسيوم، كثر من الكالسيوم، خذ فيتامين بي، هذا لازم يكون تحت إشراف طبي، لازم يكون تحت إشراف طبي. حتى المرأة بعد 50 تروح تدور بقول لك إنه لازم تاخذ كالسيوم، كل هذا لازم يكون تحت إشراف طبي. وبالحديث عن الإشراف الطبي بعد 40، رجاء رجاء البروستات، رجاء البروستات. البروستات هي تاني أعلى سبب للوفاة عند الرجال بعد 40. البروستات ثم البروستات ثم البروستات، لازم تعمل تشيك اب على البروستات. والكشف المبكر لسرطان البروستات، البروستات من السرطانات، كشفها المبكر نسبة نجاحه الاستئصال أو التخلص منه عالي جدا. بعد 40 مهم جدا إنك تبدأ تشارك خبرتك في الحياة. طب مع مين أشاركها؟ أفتح صفحة وأقعد أحكي للناس شو خبرتي في الحياة؟ أول شيء أن تشاركها مع نفسك. أنت اليوم صار عمرك 40، تأكد تماما مهما كانت حياتك من وجهة نظرك، لأن الناس مرات تجلد ذاتها إنه شو شفت في حياتي، شو عملت. تأكد تماما إنك بحر، أنت بحر من المعلومات، لكن عليك أن تعود مرة أخرى وتراجع كل ما مر عليك في حياتك فتستخلص الدروس. بعد 40 مش مطلوب من الإنسان يكون جالس ولابس نظارة وحاطط إيده ويتكلم حكمة وينطق بكلام معسول ومنظم ومرتب وعلى القافية ويكون كلامه علمي، لا لا لا. خبرتك هي كتاب علمي ما مررت به 40 سنة. 40 سنة هدول مش قلال، فهنا أنت اللي مريت فيه، يا سلام لو تقعد أنت تراجعه وتشوف أنت إيش تعلمت من الحياة، ماذا تعلمت من الحياة. وأنا بنصح نصيحة أنا كنت أعملها، وعملت سلسلة من المقالات اسمها علمتني الحياة، ماذا علمتك الحياة؟ وتراجع هذه بمنطق الشخص الذي ينظر بتجرد تام على تجربته هو. كن طبيبك، كن طبيبك، أنت أقعد هيك راجع في نفسك أنا لإيش وصلت. ولو كل الناس راجعت نفسها حتشوف دائما عند كل إنسان في قصص نجاح وقصص فشل، ولكن في كلا الحالتين ستجد هناك أشياء نستفيد منها. أي إنسان ممكن يستفيد من تجربة أي إنسان، ولكن الأهم أنك أنت تستفيد من تجربتك. بعد سن 40، في ناس كثير بتصير تفكر في الآخرة، بقول لك أنا يعني، وفي دعاء معروف لوصول السن 40، لكن هو السؤال أنت الآن تفكيرك في الآخرة لا يكون استسلام، لأنه للأسف في ناس لما بقول لك أنا وصلت لـ40، خصوصا أولئك الذين يفقدون أصدقاء. يعني أذكر تماما أنه عندما وصلت للـ40 فقدت صديق هو من عمري، نام ولم يستيقظ، يعني موت، كانت جلطة في المخ. لكن في هذه اللحظة تبدأ تفكر أنه أوف كبرنا، بدينا نفقد أصدقاء، بدينا كذا، وهذا في خطورة. إذا الإنسان ما عرف يتعامل معاه بحكمة ممكن يصير يتعلق بالحياة أكثر، فيذهب ليبحث عن قشور الحياة. وكثير من الناس تدخل في إدمانات لأشياء خطأ، مع العلم أنه طول عمره عاش عاقل ومنطقي، لكن صدمة معينة تذكره بالموت، فبدل ما يكون الموت واعظ يصبح الموت واعظا بالنسبة له أن يتعلق أكثر بالحياة. مش مطلوب أنك أنت تعلن النهاية، خلاص يلا حسن الختام ونقعد عدو واستسلام تام وكذا، ولا مطلوب منك انك تتعلق بالحياة ويلا والحياة قصيرة ونلحق ناخذ منها. وكثير من الناس اللي بتعيش عاقلة بتحس مرات لما بتوصل للـ40 انه هو ما عاش شبابه، فبده يعوض، بده يبلش عاد. وفي ناس لما كان شاب ما كان معاه فلوس ولا كان شكله ولا لبسه مغري، لكن صار بالـ40 صار مقتدر، صار يلبس أحلى، فبالتالي صار ملفت للانتباه، فبصير بده يعوض اللي راح عليه قبل الـ40. وهنا تأتي حكمتك، هنا تأتي الحكمة التي ربنا دعا حكالنا ندعو الله أن يؤتينا الحكمة بعد الـ40، لأنه هنا أنت مكتمل، أصبحت مكتمل الكمال لله، لكن اقتربت أكثر أنك أنت صرت أفضل وضعا ماديا، بجوز صرت أفضل. حتى سبحان الله الرجال على 40 أشكالهم بتكون أفضل من لما يكون شاب،
وخصوصا فترة المراهقة والمناخير اللي بتكبر وحب الشباب والصوت، فبالتالي على 40 بصير ناضج وبيعرف يحكي وصار عنده تجربة في الحياة، وبالتالي بصير ملفت للانتباه، وبالتالي بتصير عنده فرص. هنا يجب أن تفهم الأساس إنك أنت تكون تقبلت ذاتك كما أنت، وأن لا تبحث عن من يعطيك دافع للحياة خارج نطاق الشيء اللي ربنا شرعه، لأنك ستدخل في وهم، وستدخل في مشاكل لها أول ما لها آخر، وستندم في وقت قصير جدا، لأنه بعد 40 الوقت لن يسعفك إنك تعمل أغلاط وتصلح وتعمل أغلاط وتصلح. فالإنسان لازم يكون حكيم، ولذلك قلت لك من البداية صدقني سعادتك مع أولادك. الأولاد اللي عنده أولاد ممكن يعيش مع شبابهم، يسمع يشوف هم إيش بيسمعوا، عايش بيتفرجوا، كيف بيفكروا، ما هي لغتهم، مش يكون العلاقة القمع. ولما الوالد يكون قاعد قدام أبوه قاعد محترم ومؤدب، وأول ما يطلع برا تتغير لغته في الحديث مع أصدقائه، لأنه عندهم لغة شباب أنت ما بتعرفها، ويتغير أسلوب مزحه. بالعكس عيش معاهم. بدك تجدد شبابك، ما تروح تدور على فلانة وعلانة ومش لا، جدد شبابك مع أولادك، عيش معاهم، اسمع منهم، افهم منهم. تعرف أنه الأولاد يعلمونا، لأنهم مولودين في جيل غير جيلنا، وعندهم سرعة في الحصول على المعلومة، وعندهم شيء جديد. فحلو أنك تحس حالك مش منفصل عن الحياة، عايش مع الحياة، ويا سلام يكون عن طريق أولادك. وهنا تكون قادر على أنك تكون قدوة، لأنك ستتحدث لغة يفهمونها، افهم لغتهم عشان تعرف تأثر فيهم. هذه هي الحكمة، هذه هي حلاوة الحياة. 40 بالنسبة لي هي لحظة انطلاقة، 40 هي لحظة الانطلاق بالنسبة لك. بالعكس لما تكون قبل 40 بتكون قاعد بتركض في كل الاتجاهات، وبتضرب راسك من هون، وبتضرب في حيط، وبتحلم في حلم، وبتكتشف انه بوم ودحن. لكن لما بتوصل ل40 تصبح عندك رؤية، ويصبح عندك توازن ما بين إنك ميت وإنهم ميتون، وما بين لا تنسى نصيبك من الدنيا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في هذا السن اللي مفروض توصل فيه، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في هذا السن اللي بتوصل لمرحلة إنك قادر إنك تتعامل مع الأشياء بأكثر روية وأكثر حكمة وأعمق نظرا، في هذا السن يجب أن تكون أو تكتشف أو تكون قادر على تحليل تصرفاتك، وتعرف أنه ما أريده، ما أحس أني أريده يجب أن يمر على فلتر. نعم، ما في إنسان ما بينبسط إذا كان وصل للأربعين وجاءت حس أنه في إعجاب جاي من بنت عمرها 25 ولا 26 سنة، ما في كذاب اللي بيقول لا، يعني هذا الموضوع لا يسعده. لكن هل هذا مناسب لك؟ هل هذا ما تريده؟ هل هذا ما تحتاجه؟ صدقني لا. وراح تكتشف هذا الموضوع بعدين، لأنه في النهاية ما تحتاجه فعليا هو ما يسمى بتحقيق الذات. وأجمل ما يمكن أن تصل له في تحقيق الذات شغلتين: أطفالك وزوجتك وعلاقتك في البيت اللي أنت عايش فيه، والشيء الثاني قدرتك على مشاركة خبرتك. الناس بتحب تحكي، الناس بتحب تعبر، الناس بدها حدا يسمعها. وبالتالي أنت اليوم إذا استطعت أنك أنت تطلع بخبرة حياتك لما وصلت للأربعين، وتحط أهداف جديدة متعلقة أيضا بالحياة، ممكن تحط أهداف جديدة في عملك، أهداف جديدة في سواء شغلك الخاص، أهداف جديدة على مستوى الجسدي أني ألعب رياضة، أهداف جديدة على مستوى العبادات والعلاقة مع الله. التفكر والتدبر والتأمل. ويا أيتها الزوجة الصالحة، الكلام للزوجات الصالحات وإن شاء الله كلكم منهم، افهمي زوجك في هذا السن. ما تعمليه على إنه كبرنا وخلص وهرمنا، العبوا شوي، تسلوا، عيشوا كأنكم لسه متعرفين على بعض، هذه بداية حياة جديدة. رجعوا شبابكم مش بالتصابي، رجعوا شبابكم بالتغافل، مش بالتصابي، التغافل. حسوا انكم كبرتوا وتستمتعوا بالحياة، زي ما بقول انا دائما ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. نتغافل عن كثير من الامور، نشعر بالاخر، نشعر بالاخر. زوجك في هذا الوقت اكثر من اي وقت يحتاج ان يشعر بانه هو
منجز. إذا حسستي بهذا الشعور وحسستي أنه ما زال مطلوب، لازم لما المرأة تتطلع على جوزها تتطلع عليه كما كانت تنظر إليه لما كانوا خاطبين. والتأثير بالرجل في الناحية الجنسية أسهل من المرأة، أسهل بكثير من المرأة. المرأة كائن تفكيره مختلف فيما يخص الجنس، لكن للأسف نحن مركزين على أنه كيف نرضي المرأة وكيف نفكر معها وكيف نسمعها كلام، وهذا الكلام نحن منضل نعيده ونزيده، لكن الناس ناسي الرجل. طب وين الرجل في كلامنا؟ وين الرجل في حديثنا؟ في وصايانا؟ أنا دائما بقول رسالة جوزك بالشغل، ابعتي له رسالة، رسالة هيك من الرسائل الحلوة، غازليه، راح يضل يفكر فيها طول اليوم. هذا الكلام مهم، مهم جدا، عشان ما يحس الرجال انه صار عمره 40 سنة وشو وظيفته؟ جبت الأغراض؟ ليش نسيت الخبز؟ بدنا نروح عند أهلك، بدنا نروح عند أهلي، بدنا نعزم أمي، بدنا نعزم خالتي، الأولاد ما دفعنا المصاريف، ما عملنا مش عارف ايش، وبعدين بنقول ليش بيكونوا حاسين انهم ميتين في بيوتهم؟ وينه هو؟ وينه هو؟ نقعد بنركز بالاولاد وبننسى انه في جوز، نقعد بنركز بالاولاد وبننسى انه في زوجه. ما انتوا الاثنين بحاجه انكم بالاخر تحسوا انه كمان نحن، يعني فكر بذاتك يا اخي، فكروا بذواتكم. مش بس خلص تصير حياتنا، تعالوا بعدين الولد مراهق، تعالوا نشوف له حل، تعال. طب ماشي اوكي. طب ما هو اذا 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 بدنا نقعد نفكر بس بالولد المراهق والبنت المراهقه ويكون هذا جل حياتنا كلها مبنية على انه كل ما بنجتمع لازم نحكي في مشاكل، شو صفة من الحياة؟ مرات بدك تاخذ بريك حتى لو كان في مشاكل الدنيا، وتقول انا في هاللحظة بدي احاول ادور على الايجابيات واستمتع فيها عشان اخذ طاقة عشان اعرف اقعد مع الاولاد. الرجل المشبع عاطفيا والمرأة المشبعة عاطفيا، والرجل المشبع جنسيا، وهذا مهم جدا بالنسبة للرجل لأنه الجنس هو الطريقة التي تشبع الرجل عاطفيا. الجنس هو طريقة لإشباع الرجل عاطفيا، هي طبيعة خلقه. هذا الثنائي هو يستطيع أن يكون ناضج ويستطيع أن يكون قوي وعنده طاقة وحاسس بالشباب وعنده طاقة أن يقعد يحل مشاكل الأولاد والمراهقة. هاي القضايا مهمة جدا، نحتاج إلى فن الذكاء العاطفي. هذا أصبح فن أكثر ما أنه علم، أصبح فن وفهم الآخر وفهم الرجل وفهم المرأة. صحيح الحياة ما بتستاهل، بس كمان الإنسان ما بده يفكر بس ما إحنا رح نموت رح نموت رح نموت. يا أخي قبل أن نموت هل نحن نعيش؟ هل نعيش؟ إحنا عايشين؟ سؤال، قبل أن تموت هل أنت هل عشت؟ عايش أنت؟ وما ينقصك لكي تعيش؟ ولا أنت موجود في هالدنيا عشان فقط تتأثر بما يقوله فلان وعلان ووجهة نظر فلان بفلان؟ أنت فكر في ذاتك. وبرجع بحكي مرة تانية، خبرتك في الحياة وتجربتك في الحياة غنية جدا جدا، لكن ارجع انظر لنفسك بتقدير، احترم فشلك مهما كان. وبحكي لك نصيحة مني كأخ، لو وصلت لأربعين وانت مش محقق أي شيء، فأنا بقول لك انه في لسه أمامك طريق طويل، وفي النهاية وصلت ولا ما وصلت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يكفي أن يذكرك ابنك، وهذا سؤال للجميع ولكل رجال يسمعني. أنت أكيد ميقن أنه في يوم الأيام حنموت، مين أفضل؟ أن تموت وقد تركت لأبنائك ملايين، أو أن تموت وتركت لأبنائك ملايين الذكريات الجميلة؟ من الأجمل؟ الأجمل أنك أنت تترك مال، ولا أولادك بعد فترة وطول الله يطول عمركم جميعا يقعد ابنك ويقول لك آخ الله يرحمك يا أبا، الله يرحم والدي، بتعرف والدي إيش كان يعمل؟ بتعرف والدي إيش سوى؟ بتعرف مرة شفت أبوي بيبتسم في وجه، شوف مرة أبوي يعني رغم قدرته على أن يرد الإساءة لكن أبوي كان من الصابرين، أبوي كان يعني مين أجمل؟ فكر فيما ستورثه بعدك واعمل عليه الآن. كل مطلوب منك إنك تعيش في تصالح مع ما أنجزته، خلي عندك وجهة نظر وهدف في الحياة، اشتغل على الحياة، اشتغل على نفسك، العب رياضة، استمتع، حافظ على أصدقائك، واصنع أصدقاء أهم من كل الدنيا وهم أولادك، خليهم أصدقائك، وعيش معاهم شبابهم حتى يتجدد شبابك، وعيش مع زوجتك أيضا
هي بحاجتك وانت بحاجتها، عيشوا مع بعض شباب متجدد. وأيتها النساء، افهموا أن الرجل عنده مشكلة، المجتمع اللي انتوا بتشتكوا منه مشكلته أنه صنع عند الرجل عقدة التعبير عن الذات، وحملوا مشاكل كثير وهموم كثيرة. انظروا إلى التاريخ لمن يقول أن التاريخ أنصف الرجل وظلم المرأة. انظروا للتاريخ، انظروا إلى ضحايا الرجال في الحروب، انظروا إلى ضحايا الرجال في الحروب، انظروا إلى الأسلوب اللي كان الرجال. يعني شو بدنا نحكي، هذا فيديو لحاله. لكن أنا ما بأخلي مسؤولية إنه في رجال يظلمون النساء، يعني هذا اللي أصلاً اللي بينكرها بيكون ما عنده مخ. لكن برضو بدي أفهم إنه ليست كل الرجال مثل بعضها البعض، مثل ما إنه مش كل السيدات والنساء مثل بعضهم البعض. الأهم نحن نركز فيما نستطيع أن نفعله مع أنفسنا. وإذا ضبطت علاقتك بنفسك ستجذب من يحترمك. هذا كل شيء. سهرة جميلة إن شاء الله يكون استمتعت فيها من الدار البيضاء. وإن شاء الله يوم السبت والأحد موعدنا مع التخلص من آلام الماضي والتحرر من الماضي وقيادة الذات. باقي اليوم، بكرة وبعد بكرة وينتهي التسجيل. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.